استمرار توافد القادة والزعماء العرب على العاصمة البحرينية وأعمال القمة العربية 33 تنطلق غداً. مصدر رفيع المستوى: إسرائيل المسؤولة عن إغلاق المعابر مع غزة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع. الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب وتعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالنقد الأجنبي. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعلن تسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار. وزير الخارجية سامح شكري: وقف إطلاق النار في غزة أولاً ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام.